خبر بنت سورية تشتغل بمطعم وجبات سريعة بإحدى الدول الأوروبية. صورت عائلة سورية كانت عم تاكل وجبة دجاج بالخبز. لتقوم هالبنت اللي بتشتغل بهالمطعم بالتقاط صورة لهالعائلة ونشرها على حسابها الشخصي على فيسبوك. طبعا هالشي معتبرتهم انه هن عم بيشوهوا صورة السوريين والحضارة الموجودة بهديك البلد بهالافعال اللي عم يعملوها، انه هن بس عم ياكلوا الدجاجة بالخبز. طب هذا المنشور يلي هي نشرته الصبية على حسابها على فيسبوك، هي صورة العيلة هي عم تاكل. حنقرا شوي من اللي قالته. كاتبه: عيله سوريه عم تاكل عند الكي اف سي، طلع خبز عربي وبلش ياكل هو ومرته الدجاج بالخبزه، وحياه الله عيب وجهل ومنظر بشع، وعم بتشوهوا صوره العرب عامه والسوريين خاصه وكل شيء اجانب. ليقرر يعيش برا لازم يكون نوعا ما منسجم مع الجو العام يلي مو قادر لا يعمل صوره مشوهه للناس وتصرفات مؤذيه للنظر كثير. عبالك تاكل دجاج، خده وروح كول كيف ما بدك بالبيت. مين يلي فهم العرب انه حريه هالبلاد هي انه شو ما بدكم تعملوا؟ ويستغرب وقت حدا يتطلع فيه. قرفتونا حاج جهل، اذا مالك قادر تطور البلد ليلة تعيش فيها بهالمكان. طبعا هذا كان رايها الصبيه اللي انتشرت على السوشيال ميديا. هي كانت اسمها ديما، بس هالراي ما مر على مرور الكرام على السوشيال ميديا، وخاصة بين السوريين يلي نزلوا فيها نزلة مرتبة. هلأ البنت كانت متوقعة أنه الموضوع يعني يكون العالم معها وتأيدها بخصوص هالموضوع، بس إجا العكس تماماً، والبنت سكرت حسابها على فيسبوك. شيء طبيعي من المسبات يمكن. شو عملوا السوريين بقى على السوشيال ميديا؟ نحن نهفاتنا نهفة. أول شيء نشروا صور وقالوا خبز مع البقلاوة تتاكل، ليش لا؟ طيب خبز مع البن، ممكن في ناس تحب تلف سندويشة بن وتاكل، هذا رأيهم. انه انت يعني ليش تضايقتي انه هن عم ياكلوا دجاج مع الخبز؟ كلياتنا بناكل دجاج بالخبزه، يعني الاكل عادي، في طبخات سوريه بتتاكل بالخبزه عادي، شو الفكره؟ سواء برا البيت ولا جوا البيت. حتى على فكره اذا بدك تقولي بمحل الدجاج اللي ذكرتيه بيقدموا خبز مع الوجبه، فطبيعي انهم ياكلوا خبزه. طيب بروتين مع الخبز بدل ما يشربه قرر انه هو ياكله. خلينا نشوف ايضا خبز مع الخبز، فكمان بتصير. خلينا نشوف البقلاوة التركية مع الخبز، هيك حب انه ياكلها. طيب هلا هي نهفة، الاندومي مع الخبز، ما لها مسلوقة ولا شيء، بلف الاندومي ببلش ياكلها، هو هيك رأيه. وعنا الدجاج بالخبز، البروستد بالخبز، في ناس بتاكله بالخبز، هي حريتها، يعني ما فيك تقولي لها عيب. أهم شيء والأكثر شيء نهفة هي البزر مع الخبز، حاطط بزر عباد الشمس وبزر أبيض، هذا رأيه. وخلينا نشوف كمان هي مجموعة صور: سوشي مع الخبز، متة مع الخبز، أرجيلة مع الخبز، وحلويات مع الخبز. فهذا كل شيء بصير، مو بس الفروج، كل شيء بيتاكل مع الخبز. فللأسف خلت حالها أنها تتعرض لموجة انتقادات كتير كبيرة على السوشيال ميديا وخاصة بين السوريين.